احنا هنحول السلم السباعي لسلم خماسي، فالجايد بتاعنا دايما للميجر، هنبدأ من الميجر عشان نجيبه من خمسات او رابعات. فالجايد بتاعنا الاولاني هيبقى دو ميجر. مشكلتنا كانت دايما في الرابعه والسابعه اللي هي الفا والسي، ماشي، علشان هما اللي دول عاملين الرابعه زايده او الخمسه الناقصه، فهيشيل الرابعه والسابعه. فعشان احول ميجر لبنتاتونيك هيبقى دو ري مي سول لا دو دو لا سول مي ري دو، شلت الرابعه اللي هي الفا والسابعه اللي هي سي. طيب ده كده السلم الاساسي. طبيعه البنتاتونيك ان انا اقدر اقف على اي درجه منه، لما اقف على كل درجه هيديني اسم سلم جديد. لما كنت من على الدو بقى اسمه ميجر بنتاتونيك، دو ري مي سول لا دو دو لا سول مي ري دو. لو رحنا الري هيديني سلم اسمه سسبندد بنتاتونيك، هيبدا ري مي سول لا دو ري ري دو لا سول مي ري دا ري را دي را ري را. طيب لو رحنا للمي هيديني سلم اسمه بلوز بنتاتونيك، هيبقى مي سول لا دو ري مي مي ري دو لا سول مي دو ري مي سول مي ري سول مي دو مي تا 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 تي 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 تا تا. ده البلوز. طيب لو رحنا للسول وبدأنا من السول هيديني سلم اسمه سكوتش بنتاتونيك، هيبقى من السول وسموه سكوتش، مستخدم كتير في اسكتلندا وبالذات في الاربا الاسكتلندي. سول لا دو ري مي سول سول مي ري دو لا سول مي لا سول مي لا سول. طب لو ركزت على الله هيديني الماينر بنتاتونيك، وده اخر واحد فيه، لا دو ري مي سول لا لا سول مي ري دو لا سول لا دو لا مي سول لا دو لا. ده كده المودز لكل يعني الخمس سلم دول، كل واحد مود للسلم التاني. اوكي طيب بالنسبه للهارمونيات هنلاحظ ان في السلالم الخمس سلالم كلهم هنلاحظ ان التالفات الكبيره والصغيره الموجوده فيها ان دو ميجر ولا ماينر، دول اكتر تالفين متوافقين وفيهم البيرفكت فايف. طيب دول هيتواجدوا فين بقى؟ على حسب كل سلم. في الميجر بنتاتونيك هيجوا في الدرجه الاولى بقى الدو ميجر اولى واللا ماينر ثانيه، صح؟ طيب السسبند اللي هو من الري اللي هو يعدي الدور يعني هناك، الرابعه بتاعته هي اللا، سوري الخمسه اللي هو بيبدا بالري ري فا سول لا، فاصبح اللا ماينر ده فيه هو خمسه اللي كان هناك سته، والدو ميجر اصبح سبعه، ماشي؟ يبقى انا عندي هنا الخمسه والسبعه، اللا ماينر خمسه والدو ميجر سبعه. لما نيجي نروح للبلوز اللي هو بيبدا من المي اصبح اللا ماينر هنا رابعه، ده درجه رابعه، والدو هو اللي سته، اوكي؟ عكس ما كان هناك. طيب نروح للسول، السول الاساس ما فيهوش، فاصبح اللا ماينر الدرجه الثانيه، يعني اللا ماينر هي بقى ثانيه، والرابعه رابعه، يعني هنا بقى ثانيه، والدو ميجر رابعه. لما نيجي نروح للا ماينر بقى اساسه هو لا ماينر، بقى الاولى هي لا ماينر والثالثه دو ميجر، فاصبح عنده اولى وثالثه، هم في الاخر ما تغيروش تالوفين اللي هو دو ميجر ولا ماينر. طيب قوة السلالم دي هم كلهم ينفع نوقف عليهم، لكن أقواهم الدو ميجر اللي هو البنتاتونيك دو، دو ري مي سول لا دو دو لا سول مي ري دو، عشان معانا تألف أساسي دو. والتاني في القوة اللي هو اللا ماينر اللي هو لا سي دو ري دو لا سول مي ري دو لا لا دي تا دي تا تا، فمعايا اللا ماينر أساسي، دول أقوى اتنين. اللي بيجي بعد كده اقلهم في القوه اللي هو البنتاتونيك بلوز، البلوز بنتاتونيك اللي هو على المي دي تا دي تا دي تا دي دي تا تا، وده بيمسك معاه الدو ميجر دي تا تا دي تا دي تا تا دي دي تا دي تا دي تا 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 تا. فدول اكتر السلالم استخداما، لكن ده مش معناه ان السسبندد مش مستخدم والسكوتش كلهم مستخدمين، بس هرمونيا دول كده اكتر تالوفين مستخدمين معانا بس يا ولد.